أكبر الله أكبر لا إله. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج المتمثلة في شعائر أيام تشريق الأربعة. اليوم الاثنين وقبل مغيب الشمس يغادر المتعجلون من الحجيج مشعر منى بعد إتمامهم المناسك، وآخرها رميهم حجرة العقبة متوجهين إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج في ثاني أيام التشريق الموافق لثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أما من يفضل منهم إكمال أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فسيظل بمشعر منى حتى يوم غد الثلاثاء لإكمال رمي الجمرات منها الكبرى وهي ما تعرف بجمرة العقبة، مكبرين مع كل رمية داعين الله بما شاء من دعاء مستقبلين القبلة قبل أن يعود منهم من هو مترجل ومن منهم هو ممتطئ لوسيلة نقل إلى مدينة مكة المكرمة في توافد منقطع النظير على طول الطريق، داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم حجهم المبرور ويغفر ذنوبهم ويجازيهم بأكرم الحسنات عن أدائهم لهذا الركن الهام من أركان الإسلام.